إحنا اليوم أجينا هون على لندن لنعرض جزء من تراثنا، وليس تراثنا كاملاً. التراث الفلسطيني جداً عميق وجداً تراث جميل. حكاية means in English stories. So our dance telling stories, and we use the cultural and traditional songs and the traditional movements. I came to this center when I was 9 years old, and I was one of the children. Then I became the dance trainer. Actually, being at Vera Center, it means a lot because we are working with the children since a young age, and they grow up in this center, and they know what culture means and what their traditions means. احنا عندنا برنامج نستضيف هؤلاء الأطفال لكي يقوموا بعرض التراث الفلسطيني في سلسلة من العروض في المدارس البريطانية لتعريف المجتمع البريطاني على ثقافة الشعب الفلسطيني. كانت أول ما جينا أول شيء كانت مواصلات صعبة، لأنه في كان إسرائيل وأكثر من جسر تفتيش وأكثر من إشي لحتى وصلنا لهون. بتمنى يدققوا الصورة على قضية فلسطين، وإن شاء الله إذا تكاتفنا جميعاً نقدر نحلها. الطفل الفلسطيني هو طفل يريد الحياة ويحمل ثقافة الحب ويحمل ثقافة الإبداع أيضاً، وأن هذا النموذج من التراث الذي يحمله الأطفال حملوه الآباء وحملوه الأجداد ويعود إلى التاريخ الفلسطيني الأصيل.